رجعنا معكم مشاهدينا. الموسيقى هي لغة الروح والمشاعر، بتفوت فينا بلا استئذان من خلال الألحان والنغمات. مبدع من لبنان، مسيرته الفنية مليئة بإنجازات ونجاحات كتيرة. أعماله الموسيقية بتحاكي نجاحات وهموم كل شخص عم يسمعه، متجدد وحاضر بكل المناسبات. بأرشيفه أكثر من 250 جنريك وأغنية. ضيف اليوم المخرج والمؤلف الموسيقي والأستاذ الجامعي جان كيروز. أهلا وسهلا فيك صباح بمريم تي في. الخير ميراي. أهلا اول شيء وسهلا. انا كثير سعيد ان اكون معك هون، وخاصه معك لانه العالم يمكن ما بيعرفوا انه انت تلميذتي، وانا هالشيء انا عن جد بفتخر فيه. خلي لي اياك. وانا عن جد يعني اليوم كثير مبسوطه. دائما عاده كل ضيوفي بكون مرحب فيهم، بس عندك ترحيب خاص. اهلا شكرا. وسهلا مره جديده. وقبل ما نفوت معك باي حوار، خلينا نروح سوا على فيديو لترتيله يا رفقه. رائعة، دايما شكرا. بنطلب شفاعتها للقديسة رفقة. رفقة هيدي حبيبة قلبي. هي ترتيلة صح، انعملت بال2017 بمسرحية كمشة كمشة حنين، حنين ورجعت نزلتها تقريبا من شي أسبوع. مزبوط. خبرنا أكتر ليه هيدي الترتيلة بالذات، وشو ليه نزلتها هلأ، وشو بتعني لك؟ أول شي رفقة حبيبة قلبي، ورفقة أنا حلمتها قبل،
واجت انه على منامي، هذا قبل ما اطلع انا على حملايه، مثل ما شفتها بالحلم واقفه على الصخر ذات الشيء، بس طلعت حملايه، طلعت هي ذاتها. مش بس هيك، كان وقتها عم بعيط علي يعني مار الياس، بيقول لي انه ما تعذب اكس، او يعني ما تعذب اكس، بتقول له هي بتكون تمثال بتتحول لشخص، بتقول له ما تقول له شيء، هذا لجنو، هذا حبيب قلبي وبتحطني بقلبه. وراحت واجت الايام، هي سهلت لي حتى اعمل كمشة حنين اللي هي انه الميوزيكال، يعني بكازينو لبنان هالمسرحيه الغنائيه، وحبيتها. بيطلع عربون شكر هديه هذا الشيء، بس يعني قبل ما كان في وقت حتى اصدرها، حبيت اصدرها يا بعيده يا بعيد اعلان قدستها، حبيت سقبها على ال20 سنه ب10 حزيران تنزل. وصراحه هون بدي اشكرك، لانه وقت قلت لي حبي تكون مع ضيف، شهلت اكثر بالمونتاج ونزلت على القد، يعني كانه حتى رفقه دخلت بها المقابله حتى تنعمل بمناسبه 20 سنه على قدستها. وكمان زياده انه انت حضرتك بمريم تي في وانعرضت على شاشتنا الكريمه. شكرا. كمان بدنا نوجه للفنانه سينتيا اكيد كرم صوتها كمان رائع تحيه. وعاطي احساس كتير كتير حلو، يعني انا شو كان طالع على بالي سينتيا عطته، وحتى الحلو بالمسرحيه كانت راكعه، يعني حتى اعطيناها احترام لرفقه، يعني ما غنتها هي واقفه، ركعت وطلبت منا. وقد ايه نحن هلا عم نطلب بحراره انه لكل العالم، لانه هيدي القصه نحن عم نعيشها، كلهم عم بيهاجروا، كلهم عم يتركوا صحيح. البلد، فكلنا عم نطلب من الله او من القديسين بشفاعتهم، يعني هالعالم يلي عم بيروحوا يعني يتوفقوا بالغربه بس يرجعوا، واهم شيء انه ما يتجربوا، لان الغربه صعبه كثير. بتقلها انت كوني خيال وضلك بقلبه وبباله، يعني شوفي شو حلوين يعني الكلمات. هي جسدتها، وزيادة عن هيك انه هي حكاية او خبرية كل صح شخص صح موجود صح بلبنان صح وعايش بلبنان، على امل انه يتغير يا هالوضع وما رب نبقى يا نشوف رب، مغتربين. بس لازم بقى يتدخلوا. لازم ضروري. دايما بنشوف بكل اعمالك جون انه انت يعني عندك ايجابية مش طبيعية رغم مزبوط كل الظروف. مزبوط. شو سر هالايجابية؟ لانه انا هيك شخص، يمكن لانه انا قاطع بكتير ظروف صعبه بالحياه، يعني انا ما بحب انا فرجي هذا الشيء، انا بحب فرجي بس الكوكتيل حلو، لانه انا بامن انه البوزيتيف فايبس بتجيب بوزيتيف فايبس، والنيجاتيف فايبس اللي بنقوا كتير كمان يعني بيجيبوا غم على حالهم. انا بطبعي هيدا الشيء، يعني انا بحب الايجابيه، وبتلاحظي من اعمالي، يعني صحيح. ان كان بدنا نعيد لو شو ما صار، او يلا نصيفي اللي رح نحضرها بعد شوي، او ان يا رب يحمي لبنان، يعني على طول عندي مسجز يعني فيها يعني بوزيتيف مسج، لانه نحن عن جد بحاجه، والعالم لانه تعبانه، يعني ما فينا بقى نكفي على طول نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، نحن بدنا نجرب نطلع، ونحن كلبنانيه صحيح. نحن هيك، يعني هذا يعني بطبعنا دغري بننسى ونرجع بنكفي. من قلع صيفيت الماضي شفناك بأغنية صح يلا نصيف يلا مع نصيف بنتك لوتشيانا، لوتشيانا وليا. هالصيفية رح نشوفك بشي عمل جديد كمان انا للصيفية؟ بدي ركز عليها هيدي السنه، لانه هذيك السنه للاسف انعملت قبل بجمعه من الانفجار، فما عاد قلنا عين انه لن نروجها ولا شيء. وهون كمان بشكر وزاره السياحه لانه هي دعمت هذا الكليب، وهون ركزت على شيء كتير حلو، بس شو رأيك نحضره وبعدين نحكي عنه أكيد إن شاء أكثر؟ الله إذا كان حاضر الفيديو يا ريت فينا أوكي نشوفه. دايما منشوف بأعمالك خليط من النغمات الشرقية والغربية، صح. كيف بتلاقي نبض الجمهور اليوم؟ لأنه التطور والدمج صار على صعيد عالمي، وصرنا عم نشوفه وعم نشوف الموسيقى كتير سريعة صارت. يعني كيف بتلاقي هالانفتاح؟ كيف طبقته بأعمالك؟ انا شو بحس بألف، يعني مثلا انه ترتيلة رفقة مزبوط غربية بس فيها نفح شرقي هيك شوي، اذا بتفوتي بالعمق فيها، يعني انا بحس كل شيء له شيء معين. وبعدين الفنان حلو يكون مثل الطير، يعني يكون انه ينوع، يعني ما حلو يكون انه ذات الستايل ذات العطول، يعني في مطارح مثلا انه يعني انا بركز على الالات الشرقية، يعني بحس يعني بيعطوا روح اكثر، وفي اغاني وفي موسيقى انا بعملها انه للبرامج، كون انا متخصص بموسيقى البرامج تبع التلفزيون، يعني بروح على حسب التام هو يعني شو بده، يعني موسيقى اخبار ما فيك تعمليها له تخت شرقي، صحيح. يعني كثير انه عربي ومع دف، يعني بده يكون شيء اكثر انه اوركسترال، تحس بعظمه حتى نفوت على جو الاخبار.
لوتشيانا دايما بكل اعمالك بتكون مظبوط، الى جانبك، يعني ليتلي ايه الى جانب انه موهبتها الفنيه. كمان شفنا هلا في حبيبتي عندها روتشي، موهبه جديده، صح. واكيد بندعم من بيها ومن اهلها. هو مشروع صغير مظبوط وهاند ميد يمكن. مظبوط، لانه بالكون في الماي، يعني وقت الحجر ما كنت عم تشوف كثير رفقاتها، وهي بنت كثير انه كرييتيف، مش لانه بنت بقى، طلعت انه بفكره تخلق شيء يعني اونلاين شوب، تعمل قصص الكوزماتيكس، هاند سكراب، ليب سكراب، فيشل ميست، هدول القصص. فانا قلت له يلا انا معك، لانه حبيت بهذا العمر تعرف كل العالم كيف بيتعاملوا معه، في عالم جفصه، في عالم منيحه، فواحد خليه انه يكتشف الحياه من هو وشوي صغير حتى يطلع عن جلده اقسى مثل ما صحيح، بيقولوا. فانا دعمتها بهذا الشيء وقلع، ورجعت انا قلت لها شو رايك نعمل شيء خاصه بالصابون، فقالت لي ايه مش غلط. فيعني اخترعت انا انه نكتب شيء على الصابون يكون انه لكل الاوكيشنز، الاعراس، انه للعماده، للاول قربانه. وهون كمان بدي يعني انه اعمل لك مش سربريز، بس هيك انه جست صغير لإلك، واو، ثانك يو. يعني انه هلا هلا ما بعرف قد ايه رح تبين، يعني إذا فينا نبرمها عن اوكي جد انه اي كتير لاف حلوة. ميراي. وكمان بدي اوجه له تحيه للمعد، لجورج جورج معلولة، معلولة، ويلكم تو اور شكرا هوم. لإلكم. وكمان تحيه كتير كبيره لانه هن محطه انا كتير بحبها، اللي هي المريم تي في، ما بعرف قديش عم بيبينوا على التي في كتير هدولي. حلوين، ف شكرا. يعني انه حطيتهم انا اونلاين ومشوا، واجانا كتير اوردرز. و حتى فيهم يزينوا فيهم بيوتهم. صح، انا جايب فيديو صغير اذا بحبوا هن هلا يشوفوه، مثل هيدي انه للعرس، هيدي انه للبريمير ان كومينيون، هدول هيك متى بيتزينوا، هيدي انه للعماده لون ازرق، متى هيدي كمان انه يعني انه للعماده، هيدي فيها تجي بسله، وهيدي للعرس توجذر فور ايفر. هدول اذا حدا نيو بيبي بورن بنسميها باسمها. والاسعار كتير وهيدا مدروسه، بدي اقول لك الاسعار. 20,000، وكمان انا رح اقول بيطلع لهم 15% لكل حدا من مريم تي في او نور سات او كل هالفاميلي تبع التلفزيون، لانه بس ان يقولوا لنا انه نحن انا من قبل مريم تي في، لانه اقل سوفنير عم بيكون حقه 60 70,000 ليره. فجربت انا اخلق شيء ما يكلفنا كثير والعالم تقدر تستفيد، لانه كمان لها حق العالم هي يعني ان تنبسط بشيء، او اذا اجاها ولد، او اذا بدها تهدي تقدر هديه، تعمل انه تقدر، لانه اقل شيء صار حتى بالمحلات الدولار شوب صار حقهم صار بال أغلى 50 60,000 ليره. يعني. بالفعل شغلة كتير حلو، وأكيد منوجه لها تحية، ونتمنى شكرا لها كمان نشوفها بكتير، بصير عندها جاليري حبيبتي. لها أكيد وتعرض. ما بعرف أعمالك، لأنه لضيق الوقت رح تخبرنا شوي في شيء اوكي، جديد ايه يعني في قريبا. شيء، يعني في كثير قصص جديده هلا ليتلي، ترتيل ترافقه، ومثل ما قلت بدي ارجع اركز على يلا نصيف. عندي كثير اعمال، بس لانه الانسان انه ابن بيئته، يعني في اعمال فيها رومانس، وفي اعمال فيها كثير فرح. يعني بدي اشوف انا الوضع بلبنان، يعني كمان انا ما بدي اكون اود، يعني صحيح، بدنا نحس مع بعضنا، بدنا نحس مع العالم، يعني نحن بدنا نحس يعني مع بعضنا. و بس كمان ما فينا وهي نوقف. لا اكيد اكيد أكيد انا مش عم وقف ابدا، بس كمان بدي اعمل شيء بيشبه الوضع نوعا ما. جون كيروز، أنا بدي أشكرك انا اليوم بدي اشكرك كثير لأنه ميراي، شرفتنا كمان ميرسي وهاللقاء الحلو، ميرسي، وبدي أتمنى لك كل التوفيق بكل شكرا أعمالك، شكرا، وهيك للتجدد الدائم اللي بنشوفه والإيجابية اللي بنشوفها على وجهك. شكرا شكرا لك لك، وأهلا وسهلا فيك. وتحية لجورج معلولة، وبقول له انا ميرسي كثير كمان. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. مشاهدينا، لهون بتكون انتهى برنامجنا على الموعد لليوم. نلتقي فيكم بإذن الله بموعد جديد. إلى اللقاء.